يعني انت بدك تضيع لي وقتي؟ صار لك عم تشتغل على هاي القصة من زمان كتير، معقول ما قدرت تجيب عنه شي؟ ما لقيت اي شي استاذ. لك شايب لي معلومات ما لها اي اهمية والكل بيعرفه وما بقى معي وقت، وفي شخص حياته بخطر. مو معقول لكان هذا هو الشخص اللي كان عم يسأل عن بريدفي؟ تعرف هاي المعلومات مثل قلتها ما راح تفيدني بأي شيء. أنا لازمني معلومات مهمة وقوية لحتى أفضحه، وإلا ما راح استفاد شيء أبداً. فهمان شو بدي؟ بدي معلومات أكتر لحتى أقدر أفسخ خطبتها لبريدتا بأسرع وقت. ريشاب ما لازم يعرف إني سمعته، هذا الكلام كتير خطير، لازم أتصرف وكأني ما سمعت شيء بالمرة. اسمعني منيح، إذا أنت مانك قادر تعمل هذا الشيء خبرني فوراً، أنا رح لاقي طريقة تانية. أنا وشركتي عنا سمعة وكل العالم بتعرفني، ولهذا السبب ما بدي هاي المعلومة تطلع لبرا أبداً. إذا بتطلع المعلومة لبرا كل العالم رح تدرى. رح حاول كل جهدي يا أستاذ. ليك اسمعني، ما بدي منك أعذار بقى. إذا هذا الشيء بينعاد ما تلوم إلا حالك، عم تفهم علي؟ لو سمحت اشتغل، بدي أشوف نتيجة، بدي إياك تتحرك شوي. ماشي تكرم أستاذ. إيه أنا سبق وقلت لك إني شايفه لهداك الزلمة من قبل، وهو بيعرفني متأكد من هالشي وعم يخبي حقيقته عني، والشغلة واضحة مثل عين الشمس. أنا قدران شوف من عيونه إنه بيعرفني وفهمان علي. عم تفهم؟ إيه فهمت. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.